السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا جميعا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. سأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا دائما مباركة طيبة عامرة بالذكر والخير والجود والفضل والإحسان. سأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم آمين. أحبتي في الله، نحن في بث جديد في هذه الليلة الطيبة المباركة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة بر وخير ويمن وبركة وسعادة علينا وعليكم إن شاء الله تعالى. فحياكم الله إن شاء الله جل وعلا في هذا البث. مرحبا بالجميع، بالإخوة والأخوات في كل مكان. مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الطيبات، صراحة أحبكم جميعا في الله جل وعلا. أنا أعرف وجوه ما شاء الله وأسماء من كل أنحاء العالم هنا بفضل الله جل وعلا، أراها بفضل الله تعالى. أخي عبد العزيز، أخت، جميع الإخوة والأخوات دون استثناء، يعني صراحة أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير. بارك الله فيكم. صراحة أنا أرى هنا جميع أنحاء العالم، يعني أرى أوروبا، الخليج، الدول العربية، المغرب العربي، أرى كندا، أرى الدول الاسكندنافية كذلك، أرى دول كثيرة أراها ما شاء الله، كل واحد أو كل أفراد يمثلون جهة أو قارة. فالحمد لله الذي جمعنا على الخير. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للخير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله تعالى خيرا. في هذا البث عندي كثير من دائما لقائي بكم هو من أجل أن أقدم ما استطعت من خدمة. اللهم آمين أخي العزيز، أخي عبد العزيز العزيز، وأسأل الله أن يجعلك أنت وزوجك وذريتك مباركين، وأن يبارك لك فيما رزقك ووهبك، وأن يحفظك من شياطين الإنس والجن أجمعين، وكل الإخوة والأخوات. اللهم آمين. لقائي بكم من أجل الدعوة، من أجل التنبيه، العلاج، من أجل بفضل الله جل وعلا التعاون على البر والتقوى. أنا بين أيديكم بفضل الله سبحانه وتعالى، والمواضيع عندي كثيرة جدا. هذا الباب، هذا العلم هو علم كبير، الشبهات التي تثار حوله كذلك كثيرة، قضايا هذا الباب متنوعة جدا، ما يحتاجه الناس الشيء الكثير. إذا أنا بين أيديكم، ماذا ترون؟ هل نفتح باب الاتصالات ونجيب على الاتصالات هي بين أيدينا، أم نجيب على أسئلة الإخوة الكرام الأخوات فضليات إن شاء الله تعالى مباشرة، أم تحب إن شاء الله تعالى أن أتعمق في موضوع ما له علاقة بالرقية الشرعية أو بالقضايا التي تعالجها الرقية من ناحية السلوكية النفسية أو الأسرية أو الاجتماعية؟ فالقضايا كثيرة جدا، يعني أنا أرى حضوري هنا ليس لي
شيء يسير، إنما هي منافع متعددة بإذن الله جل وعلا. ثم أن حضورنا وجمعنا هو ما نحن أجرنا عليه، ونسأل الله به يغفر لنا ويرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. الأسئلة، كثير من الإخوة يقولون نريد الإجابة عن الأسئلة. أنا بين أيديكم اللي تفضلوا به بفضل الله عز وجل، أنا ما عنديش مشكل، راحتي في خدمتكم بإذن الله جل وعلا، أسأل الله لكم مسددا موفقا. هناك إذا أردتم أن نتعاون على البر وعلى التقوى، فأنا أرى أن أمرين اثنين مهمين جدا. الأمر الأول هو تفنيد الشبهات التي تثار حول مسألة الرقية، والأسئلة تصب في هذا من جهة مفند الشبهة بمسائل علمية ومسائل كذلك فهم واجتهاد، وكذلك نضع الحلول المناسبة في قضايا العلاج الصحيح. يعني كثير من الناس بغيت تفقه، واللي كيحضر لهذه المجالس تصبح عنده بفضل تعالى بضاعة وزاد ورصيد ينفع به نفسه وينفع به غيره، أسرته، أبناؤه، جيرانه، قريباته، هكذا إن شاء الله عز وجل. الغاية هي أن يصبح كل واحد منا يعالج نفسه، أو على الأقل يفهم ما هي الرقية حتى لا يتلاعب به أصحاب الأهواء أو أصحاب يعني الذي ليست عندهم بضاعة يعني متينة في هذا الباب. يعني على الأقل يكون يعرف ما له وما عليه بفضل الله عز وجل، إما أن ينفع نفسه وينفع غيره، أو على الأقل يعظ أو يحذر أو يبين، يعرف الحق من الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. فقضايا التي تثار حول الرقية هي مفهوم القضايا التي تثار حول مسألة الرقية هي قضايا كثيرة، أحيانا هي لا تخص المرضى إنما تخص المعالجين، ولكن حينما تصبح في مسألة رأي عام أو تثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الرأي العام وتؤثر على المرضى، وبالتالي يصبح إلزاما على وتستغلها الجن والشياطين فتوقف المرضى عن العلاج أو تكوسهم في العلاج أو تصدهم عن طريق السيف باب العلاج. ومن ثم كان لزاما أن نبين الحق من الباطل والنور من الظلام في هذه القضايا. على أي الأمر يرجع إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد بإذن الله سبحانه جل في علاه. إشارة أبينها بإذن الله عز وجل، أنا تعمدت أن أعمل البث وخلفي رمز الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. وهذه الجمعية التي أتشرف بفضل الله تعالى في تأسيسها، وأتشرف بفضل الله عز وجل في تسييرها ورئاستها بفضل الله سبحانه وتعالى، قررنا بفضل الله عز وجل أن تكون لها فروع خاصة بالأرامل واليتامى، خاصة بالأرامل وخاصة باليتامى بفضل الله تعالى، لها فروع في بعض الأحياء الشعبية وغيرها بفضل الله عز وجل، كي تخدم قضايا الأرامل وهي كثيرة جدا، وكذلك قضايا اليتامى بفضل الله سبحانه جل في علاه. ومن ثم إن شاء الله سيصبح الجهد يعني الكبير بالنسبة لهذه الفئة، كذلك مساعدة الناس الأسر التي في إصلاح البين بين الأزواج، وهي داخلة في إطار الجمعية والرقية الشرعية. قد تكون هناك أزواج عندهم مشاكل تافهة معقدة لا يجدون من يصيح بينهم لغياب الوعي أو النضج أو حتى الحلول المناسبة، وقد تكون لها علاقة بماديات أو أمور نفسية أو أمور مادية، فنربط بين هذه الخيوط إن شاء الله حتى نخفف الطلاق الذي كثر في المجتمع وفي المغرب بصفة خاصة. فارتأينا أن تكون الجمعية لها مكاتب خاصة بعيدة عن الرقية الشرعية، بعيدة عن هذه الأمور، مستقلة بإدارة وتسييرها بفضل الله عز وجل، وفتح وفرص شغل كذلك للشباب والشابات إن شاء الله عز وجل في العمل الجمعوي في وظائف محترمة بفضل الله عز وجل. والغاية من هذا هو تقريب هذه الخدمات من كافة المواطنين بفضل الله عز وجل. إصلاح ذات البين في مسائل قضايا الأسرية ك
كذلك في مسائل المطلقات والأرامل بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى لا أشغل نفسي بأشياء ربما لا طائل منها ولا فائدة منها، يكون الأجر في شيء معلوم ومحسوس بإذن الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. إذا هذه النخب أو هذه الفئات في المجتمع هي التي سوف تحظى إن شاء الله عز وجل بالأولوية وبالأهمية وبالرعاية في باب الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل، إضافة إلى الأنشطة الأخرى بفضلت على العامة والدخل في يعني في كما نعيش هناك، يجيو هذا مشكل الضوء، هذا مشكل الماء، هذا مشكل الكراهية، هذا مشكل كذا، هذه أمور جات بها العالم، لكن كنتكلموا على القضايا العميقة إن شاء الله تكون لهذه الفئات إن شاء الله، حتى الأعياد والمناسبات تكون بالنسبة لدرجة أولى لهذه الفئات، سواء في الأعياد في المناسبات وفي يعني حتى مشاكلهم هي كثيرة جدا ولا يجد من يستمع إليهم للأسف الشديد، خاصة المطلقة في الواقع لا تصبح منبوذة وعندها أبناء أو أرملة وعندها يتامى، فلا بد أن تجد إن شاء الله تعالى الجمعيات التي تحظى بالعلم، تحظى بحسن التعامل بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى التوفيق والسلام. لهذا أنا تعمدت أن أجلس هنا وأن أبين، ثم لا بد أن أبين جهة أخرى هي مسألة العلاج بالموروث الشعبي أو العلاج بالطب الأصيل وما شابهها. لا بد أن أبين أحبتي في الله وإخواني في الله وأخواتي في الله أن الأصل هو ثابت في كتاب والسنة ولا مانص له يعني فرار منه، لكن للأسف الشديد لا بد أن نعترف أن تم تقصير في الجانب الوعي في هذا الباب، كذلك التأطير في هذا الباب، كذلك التأسيس لأسس علمية شرعية أو يعني كذلك قانونية، هذه كلها أمور هي موجودة في الساحة للأسف الشديد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نرجع إلى موضوعنا بإذن الله جل وعلا في مسائل العلاجات والمسائل الرقية. إحدى الأخوة تقول المساعدة المالية، نحن مستعدون. لابد أن أبين، بعض الناس تدخل معنا إلى الخاص أو تدخل معنا على الفيسبوك، وحينما تسمع مثل هذه المواضيع أو أحد الإخوة والأخوات المساعدة أو العلاج يأخذونه مباشرة إلى تنهال عليه الاتصالات أو مواقع. وصل من كثير من الإخوة والأخوات، بعض الإخوة والأخوات حينما يتواصل معنا على هنا على البث المباشر تبدأ هناك طلبات الصدقة عجبا، وفي النهاية تنتهي بنقدم لك مساعدة ونساعدك، في التالي يصبح هو من يطلب المساعدة ويساعد الناس للأسف الشديد. وهذه كذلك أمور صراحة وجب أن أحذر منها ونبينها. لقد تم باش نكون واضحين وضع الأمر يعني أمر قانوني في مسألة من أخذوا شعار الشركة وفتح حسابات باسم الشركة، وهذا يعد تدليس ويعد تزوير. أعطيكم مفاجأة سأبينها. تواصل أحد الإخوة تواصل مع أصحاب الشركة مع أصحاب الحساب الوهمي، فقالوا أنا من قطر، قالوا أنا من قطر نريد العلاجات وكذا كل شيء بالأدلة. فقال له نعم كم أنتم؟ قال نحن 10 نريد علاجات الشيخ نعيم عربية تاج في آي بي لكذا وكذا. قالوا موجودة عندنا. قالوا وكم؟ قالوا الفرض واحد بألف أورو. قالوا 10 بعشرة ألف أورو نرسل لكم العلاجات حيثما كنتم. بعد ذلك قالوا أما تستحي أنا أعرف الشيخ وكذا وكذا وكذا، فبدأ بالسب وكشف حاله والعياذ بالله. طيب إذا هؤلاء الناس تشتذم ما كيتقوش الله سبحانه وتعالى، هم معانا، منهم من يكون معانا أو من يرفق من الناس يدخل البث ويبدأ يصطاد الضحايا ويتعامل معهم على شكل صورتي ومقاطعي ويحتال عليهم، وما أكثرهم في هذا الزمن في هذا الوقت والعياذ بالله، يعني أصبحوا يستغلون الاسم ويستغلون الصورة ويستغلون كذلك الشعار وغيرها في هذه الأمور. فلهذا أحذر الإخوة والأخوات، التعامل لا يكون إلا معي بشكل شخصي. كثير من الناس المشكلة الذي عندهم معي كيف يصيرون للتواصل معي شخصيا،
ولكن لو تعلم والله أخي الحبيب أختي الكريمة ما هو الجهد الذي أقوم به وكيف أتنقل يوميا تعذرني. ما كانش حسنا نكون في المكتب، يعني ما كانش نكون جالس في المكتب والمكيف وفقط أجيب على التواصل الأسئلة والاستفسارات والرسائل، ولكن عملي أشق من ذلك والله الذي لا إله إلا هو. يعني أنا أتنقل مسافات داخل المغرب، أسعى في أمور كثيرة الله يعلمها مع الحرص على معهم بما أوتيت من فهم ومن قوة. إذا المسؤولية هي مسؤولية جسيمة ثقيلة، نسأل الله أن يعيننا عليها. لا بد أن نجد أعوانا على الخير، لا بد أن نجد بفضل الله تعالى من يحملنا معنا الهم والرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعرفون قدره. خاص لي غير يزمع الهم ويعرف قدر هذه الرسالة من الجانب الإيماني، من الجانب النفسي، من الجانب السلوكي، من جوانب كثيرة معتبرة وقوية جدا. لأن لو بغيتي توصل وبتنجح واحد المجال لابد اللي يزمعك الشعلة يكون يؤمن بها، يؤمن بالرسالة، لابد أنه يكون يؤمن بالرسالة. إن لم تجد أحد يؤمن بالرسالة فقط يؤديها معك على شكل أنها وظيفة أو أنه يتقاضى أجرا، هناك تصبح الهالة ضعيفة والطاقة ضعيفة وحتى الهمة ضعيفة جدا. لأن سبحان الله الأمور النفسية لها تأثير جدا على الواقع وعلى النتائج. لهذا إذا مثلا قلت تحط إنسان في العمل الخيري كموظف في الجمعية لابد يكون محب للعمل الجمعوي، لأنه لابد يرأف الأرملة ويرأف باليتيم والمسكين ويكون يحس بهذا الإحساس أنه مأجور عليه في الدنيا والآخرة، وبالتالي ويقدم عطاء أجمل وأكمل بفضل الله. الذي يعمل معك في الرقية لابد أن يستشعر حب هذا المجال وفضله وقوته، وكل واحد تحط طبعه في المكان في التسيير يحب أن يكون يتسلح بالشخصية، يتسلح بالجمال، يتسلح بالكمال، بالرقي والارتقاء في كل أسبوع في كل شهر. هكذا كل إنسان لابد أن يضع. الذي تجده تضعه في مكان ثم لا تجد نفس لا يجد نفسه فيه وأنت لا تجده لا يعني ترى بعين بصيرة أنك نفسه غير موجودة في ذاك المكان الذي أوجدته فيه، وبالتالي يصبح كأن الأمر مشقة. وقد يكون عدم العمل جميل والعمل مريح لكن ولا يتجاوب معه نفسيا فيصبح عليه شاق كأنه مسجون. هنا الإشكال الكبير، قد تحول إلى جهة أخرى فيها مشقة وفيها راحة، مع أنك كنت تضع في مكان أريح لكن ليس فيه راحة، وقد يتحول عندك فيذهب إلى ما دون ذاك العمل أجرا وقيمة ويجد فيه راحة لأن النفسية لم تكن مرتاحة حين في ذاك المكان. إذا لابد من أسباب النجاح أن نضع حتى أبنائنا، إذا حينما نوزع الوظائف والمهام على الأبناء نعرف أن هذا في التسيير، هذا في الإيمانيات، لا هذا ربما يكون في السفريات، هذا ربما يكون في الحسابات، ربما هذا يكون في 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 البر، ويكون في الأمانة، وهكذا هي الأمور سبحان الله العظيم. إذا الغاية إذا أردت النجاح فلا بد أن تكون لك النخب، كل واحد على قدره وما في الهم غير كيفهم. يعني لا بد أن تجد ناس كل واحد يستشعر مكانه يحبه يتفنن فيه ويستشعر اللذة والأجر فيه بفضل تعالى. إذا لهذا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا وأن يرفقنا ويوفقنا ويقربنا الصالحين والموفقين والخير إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تعالى من معنا أن يكونوا على قدر المسؤولية، لأن يشهد الله أن نحمل مسؤولية كبيرة جدا، نحملها كبيرة جدا، همنا دائما تفكير كيف نرتقي إلى الأكمل والأجمل بفضل الله عز وجل. ليس في باب الدنيا أو المال، لا، إن في التسيير، باب التدبير، في باب العلم، في باب النجاح بفضل الله جل وعلا. أما أمور المال لو كنا أقولها وأكررها وهذا الباب يجب أن يغلق للإذكار، لكن فقط للتنبيه لو كان الأمر لهذا السعي ما كنا نكون في هذا الوقت، كنا نكون مرتاحين، ولكن سيكون في الخاص تدبير في حسابات وتدبير في كيفية يعني جني أرباح أو أموال، وأصبح في هذا الزمن في هذا المجال أسهل ما يكون. لكن سبحان الله كل واحد يعلم سيره بفضل الله تعالى ويعلم قصده بفضل الله عز وجل، سواء عند القاصي أو الداني أو القريب أو البعيد، والحمد لله رب العالمين. وكفى بالله شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، والحمد لله رب العالمين. إذا الجمعية أنا أقولها وأكررها، كان عندي اجتماع مع أحد الإخوة البارحة واجتمعت معهم لوقت طويل من أجل تحصيل هذه المقاصد وهذه المنافع
بفضل الله عز وجل، حتى يعود النفر على هذه الفئات في المجتمع لأنها منبوذة وكذلك مقصية في كثير من الأحوال، ومضطهدة ومحرومة من حقوق كثيرة في غالب الأحوال، الأرملة والأرامل واليتامى وكذلك المشاكل الأسرية المعقدة. وأنا بصفتي معالج أعلم ما يقع في ساحة المحاكم، وأعلم الطلاق كيف أصبح الآن لأتفه الأسباب أو لأسباب غامضة يصبح الطلاق، حينما يغيب الحكماء في البيوت، وما أكثر هذه العلة الآن في هذا الزمان. غيب الحكماء والعقلاء في البيوت، أصبح كثر السفه والطيش وكثر الجدال وكثرة الندية والضب، والضحية هم الأزواج والضحية هم الأبناء في كثير من الأحيان. كذلك غيب أمر التعاون على البر والتقوى من جهات عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، ويصبح هناك نوع من العراك، وتصبح المرأة هي الوسط، الضحية تمزق، تشحن بالندية وتصبر مع أنها مقهورة مكلومة حتى تطلق، والزوج أيضا في جهة أخرى، الأبناء ضحية والأزواج ضحية. إذا لابد أن تكون هناك كأنها مجالس شرعية، تكون لجان وجمعية تتدخل في هذه الأمور عند البيوت بفضل الله تعالى من أجل قصد الإصلاح أحيانا حينما، لكن إذا بقوا في تلك الطاقة السلبية فلن يكون هناك إصلاح. إذا سألت المطلقات كثير، ما أكثر يعني في لو جمعنا عدد من المطلقات وعملنا استقراء، سنجد أن معظمهن ندمن على فعل الطلاق أو على قرار الطلاق أو على الكيفية التي بها كانت تدار مجالس الصلح، إن كانت مجالس حقا هي مجالس الصلح، إن لم تكن فيها من الدسائس والسموم وفيها من السب واللعان أو فيها من الجفاء والإقصاء والبعد أو عدم التوافق في الحوار والنطق والكلام أو ربما السباب والشتم واللعان، هذه أمور كلها معلومة والله المستعان. إذا لابد حتى المجالس حتى عندنا في القضاء يعطيك فرصة للصلح، لكن لا تجد هناك من يتدخل في باب الصلح، خاصة إذا كانت المرأة هي من تسيس الأمر أو تسيره أو الأب أو البنات أو الأبناء. إذا غيبت الحكمة وغيب العقلاء، وما أكثر هذا لبعد الناس عن دين الله عز وجل ولغلبة الأطماع والأمور الدنيوية والندية وما شابها، إذا لابد أن نرجع إلى حكم الله عز وجل للحفاظ على البيوت، وجب أن يتدخل أهل الفضل وأهل الخير إن شاء الله عز وجل. هذا لابد أن نسعى فيه إن شاء الله، وتكونوا أنتم شركاء لنا في هذا الباب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نريد إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس أن نجيب عن بعض الأسئلة. ما أعرف أن أفرد نفسي وأبدأ في نقطة ما أعالجها، أم أنني أنظر إلى أسئلتكم بإذن الله تعالى وأختار منها ما يناسب المقام، ونبدأ إن شاء الله تعالى في علاجه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أنا أنتظر أسئلتكم بفضل الله تعالى واقتراحاتكم إن شاء الله تعالى. المس الوهمي. طيب أقف وقفة مع نعم كثير من الأخوات القسم يكتبوا لي المسألة ديال المس الوهمي لأن أشرنا إليها، أجيب بإذن الله جل وعلا. ماذا نقصد بالمس الوهمي؟ المس الوهمي أحبتي في الله هي ببداية موضة أو موجة كانت قبل سنوات وبدأت تثار حولها قضايا، نزاعات وقضايا خلافية معتبرة، ومسألة المس الوهمي. هذا الاسم لو تمعنا فيه سنفهم المراد من هذه القضية. المس بينه الشارع هو حينما يلمس الجن بدن الإنسان ويخترقه ويدخل فيه، يلجه ويتفاعل معه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فيصبح هناك تخبط شيطاني بسبب أنه مس جسد الإنسان، خلاص تمكن منه
فهذا مس حقيقي نراه يصرعه، يتكلم عن لسانه، يضطرب كالحية وما شابهها. هنا هذا مس حقيقي. المس الحقيقي هو حينما يكون هناك جن أو شيطان على اختلاف الرتب دخل إلى البدن بسبب ما، الأسباب متعددة. فنقول هذا الإنسان أصابه مس شيطاني، كيقولوا المسوس، مفهوم؟ يعني عنده جن في البدن أو شيطان، سواء سكن العقل، سكن الرأس، سكن البطن، سكن الرحمة، سكن جزء من الجسد، لكن يعتبر أنه سكن الجسد، مفهوم؟ طيب جميل، هذه النقطة سنناقشها. المس يعتبر مس حقيقي، لأن المس الوهمي نقيض وضد المس الحقيقي. وباعتبار أننا سنتكلم عن المس الوهمي، ففي المقابل هناك مس حقيقي. إذن في هذه الحالة نحن لا ننفي مسألة المس ودخول الجن في بدن الإنسان، لكن نحن في نقاش حول قضيتين: ما هو الحقيقي؟ وكيف يتفرع منه الوهمي المزيف، الوهمي المزيف. طيب جميل، إذن هناك فريق يقول أنه بقدرته وبإمكانه أن يفرق بين الحقيقي وبين الوهمي، جميل جيد، ويقول أن الوهم، أن المس الوهمي هو أصناف ورتب، والمس الوهمي ما هو إلا توهم، أي أن الإنسان يظن أنه عنده أعراض مس تجعله يتفاعل معها ويبدي حركات المس الحقيقي. بمعنى أن هذا الإنسان لكن لأسباب ما تقمص دور المس الحقيقي، أو انتحل هذه الصفة، أو لامسته لأسباب نفسية أو سلوكية أو عقلية فشربها، فأصبح يتفاعل معها من ذاته، أو يتفاعل معها رغما عنه لا إراديا، فأصبحت ترى عليه علامات مس حقيقي في حين أنه غير حقيقي. في الأعراض وفي الرؤى وفي المنامات وفي العلل وفي الأسقام وفي التخبطات وفي الكلام وفي الاعتراف وفي كل شيء، أي أنها حتى أصبح يجيد فن الكلام باللغات والإشارات والصراخ والعجاج والصرع والتفاعل مع الآيات والأدعية، وربما يرمي بأشياء غريبة عجيبة ليس لها محل ولم تكن موجودة أصلا، لكنه بدأ يستفرغ وأعزكم الله وأمور خطيرة، وأصبحت في قوة، ربما يرمي 7 رجال أشداء في حين أنه ضعيف فقط لأنه تقمص دور المس الحقيقي دون وجود جن أو دون وجود شيطان أو دون وجود مارد نهائيا. وهناك فريق الذي يفرق في بين هذه الأمور ويأتي عندك أنت ويقول لك أنت مريض بالمس الوهمي اعتبار كذا، كل هذه الأشياء غير حقيقية، ما عليك إلا بالصبر. وحينما يتكلم معك بكلام 5 دقائق أو 10 دقائق أو الساعة تصبح عندك الطاقة وتسترجع قواك وإدراكك، وإن قرأ عليك قارئ آخر لا ترجع إليك تلك الحركات والتشنجات بك الصرع، بمعنى أنه عنده قوة، أنه عنده ماذا؟ أنه عنده قوة يخرجك من هذه الدائرة، يخرجك من هذه الدائرة بكلمات. وإن رجعت إلى المراقي والمعالج لا تصنع لك أعراض ولا صلع ولا تشنج، لأنه هو الذي فقه هذا الباب، في حين أن الراقي كان فقط يسيرك في مسك الوهمي أو يتعايش معك أو زاد الطين بل هذا الراقي حين لم يفرق بين المس الحقيقي والمس الوهمي. الآن تكلم بإنصاف، هذا هو الفريق الثاني. طيب هذا الفريق الأول ماذا قال؟ الفريق الثاني ماذا قال؟ تسنى وقول لكم شنو كاين. الله المستعان. أي أنت
اقعد بالسلمه، كل شيء يقول لك عندي مسلم. واسمعوا مزيان، شوف انت اللي غتكلم على المسلمي، والله ما قلت هذا الكلام، قلت انا والمسلمي. مزيان لي انا، مزيان لي انا ندخل القاعه نقول له شنو علام الفهامه، انت ما عندك والو. على الاقل في النهار نخلي واحد اللي عنده مس حقيقي والباقي يكون عنده مس مسلمي، والكل يذهب مع الباب خلاص، والكل يقول الحمد لله والشيخ جيد وحنا ما كنا نعرف، هو الذي يعرف ضحكوا عليه لو كانوا يؤخرونه وكذا. اسمع يا اخي، اسال الله تعالى يوفقنا للخير والانصاف. هناك مس حقيقي له علامات، اسمع جيدا، المس الحقيقي له علامات ودلالات، والمس الوهمي له علامات. ثم انا اقول من باب الحياديه والانصاف، المس الوهمي موجود نادرا، حتى 1% 2% 3%، اذا وزعناه على العالم وعلى الرقاة كم سيصادف الراقي في المس الوهمي في الشهر وفي السنه او في عمره؟ 1% يعيش مع الراقي. لكن ليس يصبح القاعده عكس 99% كله مس وهمي و 1% اللي مس حقيقي، هذا حسن تملص وتخلص وكذب على الناس وتضليل وبهتان وافتراء واثم وزور، وهذا غش الامانه، وهذا ابتعاد عن يعني الامانه في التشخيص وفي الالقاء والمتابعه والبحث عن مكمن العقب. واتحدى باش نكون صريحين، لان معظم الحالات مس حقيقي ليس مس وهمي، انا اقول عكس ما يقوله البعض، معظم الحالات الشيء خلينا غير 80% راها معظم الحالات، وحنا بالغنا وعطينا 20% مس وهمي معناه لا تصل، حتى 10% لا تصل، وسلمنا ب 10% كيف هي مقابل 90% مس حقيقي. لكن هاد الناس لم يفرقوا بين، لم يعرفوا المس الحقيقي وقوته، فكيفاش غيعرفوا المس الوهمي؟ فلما ذاقوا غلف عليهم ولبس عليهم في المس الحقيقي، المس الحقيقي ماشي واحد يعرفه، باش نقول بعض الحالات يجزم الرقاص ما عندها والو، تجي عندك تطيح بفضل الله تعالى، يجزم الرقاص ما عندها والو، تشخص معها تطيح. والله الا بعض الناس بقات تقول لي تسال كيف يغوت اخي تشنج، وقعت لي في لقاءات مع الاخوه وفي في يعني في العائلات وكذا، كنكون في مناسبات مجرد تتكلم كتتحقق تحقق كيطيح. وهذا كان مثلا هو كيصلي وكيذكر الله عز وجل وكان كيقول انا ما عندي والو، مفهوم كيقول لك انا اصلا ما عندي حتى حاجه. واسمع جيدا يا حبيبي باش تعرف شنو هو المس الحقيقي وشنو المس الوهمي. اسمعوا الذي يريد ان يتكلموا بشي باقي، الحمد لله كل واحد فيكم عنده عقل وعنده فهم، هذا اللي باغي به المس الوهمي حري به بداية أن يثنى هو المس الحقيقي، صح ولا لا؟ جاوبوني على هذا، ديروني أنا ما كنفهمش، أعطوني عقلكم وديروني أنا عقلي على قدي. إنسان باغي يجي يبين شنو هو المس الوهمي، سولوه بداية ما هو المس الحقيقي، باغي عاجل المس الوهمي بين لنا علاجك للمس الحقيقي بداية، هنا غادي بنادم موقف حمار الشيخ في العقل، ما غنزيدش معاك. واش كلام منطقي؟ أنت باغي تكلم لي على الفرع، تكلم لي في الأصل، باغي تعالج لي الشاذ، فهم لي الأسس المتينة اللي هي واضحة، كتاب والسنة والممارسة الميدانية، باغي تبين لي المس الوهمي، أشنو هو المس الحقيقي؟ بغي تعالج المس الوهمي، كيف تعالج انت المس الحقيقي؟ اعطيني الخطوات المتبعه عندك، ثم بغيت تفهمنا فهمنا بعد كي المس الحقيقي، مفهومك انت المس الحقيقي. هؤلاء المس الحقيقي عندهم ما فيه حياه، ما فيه ثعابين، ما فيه رؤى، ما فيه منامات، ما فيه تشخيص، ما فيه تكلم عجين، ما فيه اجتهاد ساعات، ما فيه تحديد ايات، ما فيه موعظه واسلام وثبات، ما فيه عهد واستقامه وايمان واخراج حيات، ما فيه شنو حبيبي انت اش كدير؟ شنو هو المس الحقيقي؟ اعطيني تعريف المس الحقيقي، انت كتقول لي المس الوهمي، بغيتك تعطيني المس الحقيقي، ما هو تعريفك للمس الحقيقي؟ العلاج الحقيقي، دخول الجل الحقيقي، لانك سال النفي اسهل عند الفاشل،
ما كاينش صدق المهم ترتاح، ما شفت ما رايت ما كنت هنا ما درت، صدق المهم ترتاح. لا ماشي علاج، هذا ماشي حل، ما ليس حل. لا تقول لي ما هو المس الحقيقي بداية. قل لي قل ما هو المس الحقيقي؟ والمس الحقيقي باش ماشي تجي تخمق عليا انا ولا الميدان، ما تغمقش عليا انا ماشي في شي قناه ولا في شي بلاطو ولا، انا كنتكلم معاك بمخ التجربه. ما هو المس الحقيقي؟ اعطيني المس، اقنعني بعدا انواع المس، الصرع، دخول الجن، التشخيص الحقيقي، على ما يبنى التشخيص، كيف يمكن التحقق في الجزئيات العميقة في التشخيص، الأشياء الخفية كيف أنك ممكن أنك تعمق فيها وتوغل فيها حتى تبينها، ما هي الخطوات المتبعة؟ وبالكلام ثم ظهر لي في المنهج العلمي العملي عندك. ولما تقنعني أقول لك ما شاء الله جيد جميل، اقتنعت بمنهجيتك في التشخيص، أنت موفق، أعطيك ما شاء الله عليك. أما أنت فاشل، فاشل لا تعرف تشخيص، لا تعرف متابعة، لا تعرف، لا يعرفك أصل نهائيا، وتجي تتكلم بالنفي. إذا هل هناك فريق ينفي كل هذا الشيء؟ لأنها سهلة، أسهل شيء يقول لك ما كاين والو، شنو ما فيكش، والتجرؤ على الله بالقسم هذه كارثة. إذا كنت أنت ابتعدت عن باب حتى يسلم الحسن الظن بإيمانك وتقواك عن الشبهة، وابتعدت عن هذا الامر اتقاء شبهه مثلا، هذا محل رد عندي فيه، عندي فيه حجه قويه لكن سلمنا بهذا، فكيف ان تقحم نفسك في القسم بالله جل وعلا في امر غيبي، تقول اقسم بالله والله بالله وتالله ما عندك والو، هنا كارثه، هنا تناقض، هنا ازدواجيه، هنا عدم ثبات، عدم وضوح، عدم اشباع فكري وثقافي ومنهجي واضح يمضي به الانسان ليصل الى الهدف الذي هو يعتقده والذي يعني ربى عليه الفكر ديالو والمنهج ديالو والطاقه ديالو. هذا التزاوج في الخطاب هو المصيبه الذي كيجعل الناس كينظروا الى البعض وكيعموها للاسف ان الرقاة اما انهم عندهم فشل او انهم يتلاعبون بالمواقف، انهم غير واضحين للاسف الشديد. لا بد ان نبين، وهذه قاعدة خذوها من عندي، أهم نقطة هي مسألة تشخيص الحالة. إذا أردت أن تعرف المعالج فانظر إلى تشخيصه، والتشخيص ينقسم إلى نقاط عدة، اسمع جيدا. التشخيص يكون عن طريق ما يراه المريض في الرؤى والمنامات والأحلام. أي قل لقائل لا أؤمن بهذا، قل له ذاك شأنك، لأنك أنت ما اجتهدت وما فهمت، ولهذا بقيت عادي جدا أو أقل من عادي، وأنا كنعرف شنو كنقول، والميدان حميدان، شي كبرنا وشبنا وباقي كنقول الميدان حميدان، علاش؟ لأن كيقول كنتي كتلقى شي شيباني كيلعب كرة كيقول له لا مشات الصحة كيبقى الفانت، يعني كيبقى في المراوغة، واخا نعيا ونكبروا ولكن كتعامل مع الجن بالعقل، كتعامل معاه بالعقل، فهمت كيف؟ تعامل بالعقل، تعامل معاه بالذكاء، تعامل معاه بالعلم والفهم، مفهوم؟ الحمد لله. لكن لما تفقد السيطرة على الجن والشيطان تضحك عليك، تبقى مخبى 40 عام 60 عام وقر عليها أنت، قلت ما كتفهمش، ما عندي ما ندير لك، المشكل ياك أنت ما كتفهمش، ما عندنا ما نعملوا لك، تجي عند واحد غير كيفهم كتطلع. الآن لأنهم ما استطاعوا، ولكن عارف معاهم كنتكلم، ما استطاعوا أن يجلوا الشياطين والأبارسة، فأصبحوا يقولوا الناس ما عندكم والو، بكي طالعين ماشي جنون. وأنا أقول كما قلت لفريق، أقول لفريق إذا كنت فعلا، واسمع جيدا واسمعوا جيدا، إذا كان أمثل هؤلاء لهم قوة على كبد، أنا كنعرف بعض الحالات وكثير منها والمتابعين منهم، أنا هاد الناس نعترف لهم بالكرامة ونعترف لهم بالولاية ونعترف لهم بالعلم والخبرة، يجيب كاين حالات أم لا،
حطي 10 يقنعهم انه ماشي مرضى ويتشافوا. داكشي اللي بغيت انا، ما تقولوا لا ما يمكنش، داكشي اللي بغينا كي تقنعوا من بعد نعالجوا وما يطلع فيهم والو صافي، بعدا نرقيو وما يطلع فيهم والو، وما بقاش عندهم الاعراض والاحلام والتعطيل والتمريض. مزيان، اذا حينها انا اعترف لك انك موجود، لان هادشي مستحيل انه يكون. والبعض يقول لك لا ما كيجيو عند الرقاة الا المطلقه والا البائس الفقير او الذي عطل عليه العمل والرزق. انت كتعرف انك مشيو عند ناس عندهم ما شاء الله باش يشريو بلاد، واش كتعرفهم؟ ما كتعرفهاش. نذهب عند ناس عندهم من الخير انهم يشريو جزيره، شريو جزر كي يبتلوا بالامراض، وذهبوا الى المانيا وايطاليا وامريكا وعندهم مستشفيات في بيوتهم. شفنا ناس عندهم مستشفيات في بيوتهم لكثره ما شاء الله الغنى والثراء الذي عندهم ما شاء الله. ومع ذلك ذهبنا وبقي عندهم مده، لان عندهم الجن والشياطين والابالسه ويصعدون على السنتهم ويتكلمون، ورجال اعمال وناس مستويات في دول مختلفه، ما عندهم جهل، عندهم اعلى المستويات، ما عندهم تعطيل الزواج، عندهم ما شاء الله من الازواج والجمال وما شاء الله والخدم والحشم، وعندهم من المال، ولكن ابتلوا بالاسقام بالسحر. يلاه شكون في النقطه هذه؟ ما جوابك في هذه؟ يلاه ما جوابك في هذه؟ ويتكلم عليهم الجن والشياطين، وذهبوا عند اطباء نفسانيين، وعندنا ما يفيد في الباب، ومع ذلك مساكين مرضى. يلا شنو تقول فيهم؟ ماذا سنقول؟ اعرف اناسا طبيبات نفسانيا في الطب النفسي في فرنسا في الجزائر في دول جاو تعالجوا عندنا، يعني هم كيعالجوا الناس في مصحاتهم في عياداتهم. يعني طبيبه نفسانيه في فرنسا، وحده في الجزائر، وحده في الجزائر. يلا ماذا تقول في هذا؟ أجيب لي يا صاحب الوالد، هادو أطباء نفسيين واصلين وعندهم العلم في هذا الباب، ولكن رغم أنهم اقتنعوا أنه مرضى بالسحر. اقتنعوا أنه مرضى بالسحر. وجاؤوا للعلاج. حتى تكون رقم في هذا المستوى خصك تقرأ. خصك تكون موجود حاضر. خصك تكون فعلا. إذا المسألة ديال المس الحقيقي. المس الحقيقي هو مس موجود، والمس الحقيقي الموجود هناك فريق يقول كالمعتزله يقول غير موجود، لكن اهل السنه يقول انه موجود. المس الحقيقي، المس الحقيقي هو تداخل الجن والشياطين في بدن الانسان. كيفاش غتعرف لي انك انت مصاب؟ هذا السؤال يقول المس الوهمي. اعطيني ادله وعلامات بها غتعرف ان ذاك الانسان مصاب بلا ما تقرا عليه. قبل القراءة نظرة مبدئية غتعرف بها أن الإنسان مصاب، حيث في جوابك على هذا السؤال هذا غادي نفند لك مسألة المس الوهمي. فهم معايا مزيان، أنا أريد ممن يقول بالمس الوهمي يجيبون عن المعطيات اللي كيبنيو عليها التشخيص. كنت كنتمنى شي واحد يقول المس الوهمي يجي عندي ندير معاه مناظرة كل ليلة فيها ساعة ساعتين والناس تستافد. طاولة علمية بفضل الله عز وجل، وفيها الأدب وفيها الصور، فيها العصير فيها القهوة وكنضحكوا وكلشي كيستافد، عندناش مشكل. إذا سؤالي ومن حقي نسأل هذا السؤال، ومن حقكم تسأل هذا السؤال، الذين يقولون بالمس الوهمي. المس الوهمي هو أن مفك الجني، ولكن أنت كتكلم بحال الجن وكتحدث بحال الجن وكدير حركات بحال الشيطان وكتمثل على راسك، كتمثل على راسك وتوهم راسك. هذا الا كان غيكون قليل، وما دابا علاش كنتكلم؟ قال لك لا 99 80 90% كلهم ناس عندهم مس وهمي، 1% ولا 10% هما اللي حقيقي، وحنا اللي كنعرفوا نعالجوهم. واش خاصهم يديروا؟ كنجيو عندهم وكنتكلموا معاهم فكيوليو ناس عاديين، من بعد كيقراو عليهم الرقى كيقراو حنا ما كيبقاو يحسوا والو. قنعناهم انهم ما مرضش. انت كتقدر تكون عالج شي في العلم، تقدر تكون ارتكبتي جريمه. اسمع مزيان، كنتكلم بالحق. تقدر تكون انت عالجتي وتؤجر وغنبين علاش، وتقدر تكون ارتكبتي جريمه في حق الانسان، لانك قنعتي الانسان غير المصاب انه غير مصاب،
وتفاعل مع انه مصاب، او اقنعت الانسان المصاب انه غير مصاب وتفاعل الشيطان مع كلامك فاختبأ وكون على يقين، غير تخبى لمده. ثم اقول الاقوى والخطير جدا، حينما تقول الانسان غير مصاب راك انت الان كانك فتحت وشرحت وطلعت على الغيب رايت بعينيك، وهذه هي الخطيره جدا اللي كيدعيو السنه وكيدعيو الوقوف مع صحابي الدليل وعدم تجاوز الاجتهاد في اشياء، وانت مشيتي الامر اعظم انك كطل وكتقسم بالله انه غير مصاب. حنا ما كنديروهاش، حنا كنقولوا لا انت مصاب بلا طاح كذا وتبين بالادله انه مصاب، ما طاحش نقولوا لا مازال خصنا ناكدوا، حتى كناكدوا ناكدوا ناكدوا نقولوا تبع العلاج، ونقوم ندير جلسه مطوله باش يبان الاصابه، وكنقول جلاه الله علاش 40 عام وكيجري، 40 راقي مشى عنده وما طاحش، لكن لما خدنا الاسباب بكل جزئياتها بدا كيبقى يدير هكا ويترمل، كنقول الحمد لله هو بان، باش نقول لا مخك العقل الباطن العصب ديالك التاثير النفسي ديالك التفاعل ديالك الايحاء ديالك لا اخي كنشوفوا بناء على ماذا؟ ثم كتبان لك حركات تامه حتى كيدير الطالب ماشي انا فعلا حتى كيطلع الجن وكيتكلم. سهله باش ننفي ولكن صعيبه باش نثبت. النفي هو لمن لا يجيد البحث يكون اسهل حاجه هو النفي. نجي عند ناس ونكون مثلا سافرت عندهم ولا جاو عندي ونقاطع عليهم مده مده وما كيتحركوش. باش نخرج راسي من واعي ونقول ما عندك والو، كاين صعيب نفرض على راسي ونلزم راسي نقول له عندك كخصنا نصبروا، ورق يا ربي دير يدك يا ربي دير يدك، نقول له لا غير عين حساب تاثير نفسي ما عندك والو خذ دوسيير سهله تحيد ناقص واحد ما بقاش كيشوف فيا، كاين صعيب نقول له لا هذا كيدعي انه قوي وخاصنا نجتهدوا وخاصنا حصه كذا وخاصنا كذا، انا فرضت على راسي وكندير الزام نفسي ايهما اصعب على الراقي هو انه يثبت ان داكشي موجود ايما اسهل ويقول داكشي غير موجود، هذه لغه الفشاله احبتي في الله، ولهذا كتشوفهم خاويت مع العرشيه، اما اللي كيخدموا بالجد راه عندهم موعد ديال عامين ثلاث سنين كيتسمحوا الحلج الهواتف غتلقى ديال ثلاث سنين غتلقى 7000 رساله 9000 10000 رساله، علاش الناس باغا نجدوا الاجتهاد ما باغاش الكلام باغا القوه باغا العمل، باش نكونوا واضحين، ولكن حنا مشو معاكم في اطار التقصير والتأطير وفي اطار المنهجيه والمناظره وفي اطار العمل، حنا معاكم ما كيحسك حتى حياتنا في افقيا، ما عندناش مشكل. حياتنا في افقيا. ما عندناش مشكل، كاين مشكل. كاين مشكل. انا راجع معكم ان شاء الله تعالى. طيب. عفوا كاين اللي كيشوف فيا اختي وخويا وكاين اللي بحال با بحال مي بحال انا كنضحك لانه والله كيعتبر او غير عادي غير سويه، لكن صح اصحابها سبق لهم انهم يعانون معها في الظاهر تتجلى لكن في خفاء يشعرون بكيت وكيت وكيت، فسطرت ودونت في المنامات عندهم علامات، في اليقظة عندهم علامات، بعد العصر عندهم علامات، في الصباح عندهم علامات، أثناء القراءة عندهم علامات، مع الزوجة عند التحام الزوجين عندها علامات، مع الأب وعلى حسب نوع الإصابة، فبدأت تبنى عليها أعراض. غادي معايا ياك؟ غادي معايا بشوية. يعني بدأت كتبنى على أعراض كتبوها الناس. هاد الناس كلهم مستوهمين، كنختم هاد الناس كيقراوا هاد الشيء، ويقرون أن هذه الأشياء كتبها طلبة علم وطلبة كتبها وأنها عادية. واش كاين شي مشكل في البث؟ طيب اللهم المستعان اللهم المستعان. واش غادي معايا مزيان؟ كلامي واضح ياك؟ طيب إذا كنت كلامي واضح فالحمد لله وعطيني إشارة باش نفهم. فالناس يعني من خلال أنا كنتكلم معكم باش تفهموا الصورة، يعني كيدخل هو طالب حينها كان عنده بداية الطلب كان يرى أن ما كتبوه هؤلاء الأعلام الرجال أنه شيء يعني يعظم، وبالفعل لما بدأ في الميدان يرى أن ذاك حقيقة، كان يسأل الأسئلة التي قرأها أعطيني عقلكم، ولا كان غير هذا الشيء نكون غادي يبالغ غادي يكذب، فالإنسان كيمشي يسأل الأسئلة اللي كنقراها، يسأل الأسئلة التي قرأها عند الشيخ كذا وعند كذا، كيمشي عند المريض يقول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، دير فيها علامة فهم وقاري كتب وقاري غير جوج سطور في منتدى أو في موقع أو في رسالة
اش راه في الجامع او حضر الدرس او سمع واحد كيدير الرقيه ريح مع حدا الدرب سمع منه خمس دقائق ولا نهار ولا يومين ودار فيها هو الموسوعه الفكريه الثقافيه وبدا كيقول الحمد لله ان الحمد لله نحن نستعين ونستغفره نعم وذي اثر في الرقيه. شنو الاسئله؟ يسال ماذا ترى في المنام؟ ماذا تشعر عند كذا في بالليل بعد العصر بعد المغرب؟ هل تشنجات اثناء الصلاة كذا؟ هذه الاسئله دي كان يقولها يكررها. اذا انت اخذت من سبقك والذين سبقوك اخذوا الكلام وجمعوه من خلال ممن سبقوهم فجمعوا اعراض جمعت حتى تقرب الفهم بالنسبه للانسان على الاصابه. هذا يعد باب مدخل يسير في مقدمه التشخيص كالطب. جمعوا الاعراض في اعراض نوع عله ما لها اعراض معينه. بعض الاطباء من خلال الاسئله يقرب نوع الاصابه ويفهمها، البعض لا، حتى تقوم بفحوصات وتقوم بكذا وكذا وكذا. تختلف التجارب والخبرة والنظرة والممارسة العملية نفس الشيء. إذا هذا المعالج كان يسأل الناس الأسئلة التي كان يقرأ عندها طلبة العلم أو العلماء والمشايخ أو الممارسين الذين قبله، ما تقولش هو عنده علم أنزله الله عليه لا يوحى إليه من السماء، أخذ مما سبقه سواء قراءة أو ممارسة الناس اللي كانوا معه ويتغذى هذا بالممارسة ويتقوى بجانب الممارسة. طيب جميل، إذا هنا إذا أيقنت معي في هذه النقطة فأنت توقن أن الأعراض أخذت عن طريق الاستقراء وعن طريق المتابعة لحالات مرضية سئلت وكتب ما كانت تعاني منه، فكانت المقارنة بين فئات يعني في المشرق في المغرب فكان كان التوافق على أعراض معينة تدل على مس، ثم بدأت الاجتهاد حتى تدل على كل مس له نوع من مس مع من انواع الجن والشياطين او نوع من انواع السحر معين له اعراض معينه، وبدا الاجتهاد وبدا البحث في هذا العلم وفي هذا الباب. جميل جدا، طيب سلمنا بهذا. فاصبح المس الحقيقي له رجال يشهدون فيه اجتهادا قوي لكثره الحالات، ما اخذوا كل هذا البضاعه وهذا الزود العلم الا من كثره الحالات التي يعيشونها يوميا مشرقا ومغربا. فأصبحت تعلم العلامات بالأحلام، هذه يجب أن يؤلف فيها كتاب وكتب في باب الأحلام والرؤى والمنامات والدلالات والاستفسارات أو التفسير يعني الرؤى والمنامات للمصاب. المصاب يعيش عالم كبير جدا في الأحلام. بعض الناس يطبق عليه ويورق في الرؤى والمنامات لا يرى، وبعض الناس تمحى وبعض الناس تكشف له، ومن تكشف لهم هذه بابها غريب وعجيب. يسأل الناس ماذا ترى في منامها سواء من الكرامات او سواء من يعني مقصد الكرامات الاشياء التجليات الجميله جدا الايمانيه مع الانبياء والاولياء والصحابه والاماكن المشرفه والمكه المكرمه ومع القران ومع القران ومع القتال في سبيل الله. هذه فئات لها شق اخر. ومن يرون كذلك اصحاب السماوات السماء السماوات في الاراضي ومن يغصن في البحار ومن يطيرون ومن يجرون يعدون يركضون ومن يرى الطير والحيوان بانواع ومن يرى تلك المخلوقات الغريبه والضخمه والعجيبه هذا عالم اخر. ومن يرى انه يسحر له او يبطل اسحارا ومن يرى ومن يرى وكل هذا حقيقه موجوده عند المصاب. فاصبحت تقسم الاحلام عند المصاب على حسب وبدأ التقريب من خلال المزاولة ومن خلال كذلك التعامل اليومي مع هذه الحالات. فتصبح أن مثلا الموروث له علامات، أصحاب الزورية لهم علامات، أصحاب المدفون لهم علامات، أصحاب نجوم الكواكب لهم علامات، أصحاب الطيار لهم علامات، أصحاب الغواص لهم علامات، أصحاب اليهودي لهم علامات، أصحاب النصراني لهم علامات، أصحاب الماسوني لهم علامات وغيرها كثير. يعني تجد ان اصناف كثيره لا عد لها. هذه كلها موجوده ولها اعراض. ثم هناك اعراض هنا من شكون؟ طيب
يا الله، عذرا، اعتذر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اعطوني وش فين كنا، بارك الله فيكم. ذكروني فين خلوا المغاربة، فين خلينا، فين وقفنا. لأن بغيت غير ما نطولش، نكمل غير المسألة ديال الحقيقة ولا همي، وندخل إن شاء الله في الإجابة على أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى. كنت كنتكلم على الرؤى والمنامات، وخرجت بغيت نقول لكم على حسب ما كنت كنتذكر، بغيت نخرج من الرؤى والمنامات إلى علامات أخرى. بعد ما كتنتهي مسألة الرؤى والمنامات الحقيقي، هناك أعراض أخرى كيتفضل لها المعالج، وهي مسألة الأعراض التي تنتاب الجسد حقيقة، حقيقة ليس لها تفسير علمي أو طبي. مثلا، وافهمني صاحب المس الوهمي، وافهمني صاحب غالبية الناس ماشي مس حقيقي، حينما تستيقظ الناس وعليه خدش، حينما تستيقظ الناس ومرسوم على قلب ماشي ما بين الجلد واللحم، حينما تستيقظ الناس ومرسوم على صليب، حينما يكون النزيف مستمر استحاضة ويعلق من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والطب لا يعرف لا علاج من الأدوية التوقف، حينما تصبح علل مثل الثقاف والربط والناس تذهب عند الأطباء ولا علاج، حينما يصبح الوسواس القهري مع الطب النفسي لا يتوقف، والرغبة في سب الله جل وعلا من القرآن والبعد عن الطاعة والعبادة، ما كيف يعالج هذا؟ طيب هناك أعراض سلوكية وأعراض جسدية وأعراض منامية. قرد رائحته كالكلب، يذيق صدره إذا اقترب منها، تنام بعيدة ترتاح. الإنسان حينما يرى الدم يهيج، يشعر بنفسه أنه لابد أن يرمي نفسه أو يكسر، يعني يجرح جلده أو ما شابه. الأعراض كثيرة جدا في باب المس الحقيقي، لا حد لها، لا يمكن والله. في الأعراض تحتاج إلى كتاب مؤلف فقط من خلال ما نسمع من تشخيص الناس، غير تعطيهم تنكل المقاطع ديالي وتشخيص الناس شنو كيقولوا، واكتب تشخيص ودير فرز، هذه تدخل في الرؤى والمنامات، هذه تدخل في اليقظة، هذه تدخل في السلوك، هذه تدخل في الإيمانيات، هذه تدخل في كذا، وأنت درتي بحث حول التشخيص، أعطيهم الدور الطبيب، قول له هاد الناس كيعلمنا شي، يقول لك ما يستقيم هذا الأمر عندنا في طبنا وفي عالمنا إذا كان منصف. لا يمكن. إضافة للخوارق التي يعيشها بعض الناس، هذا يأكل الحديد، هذا يأكل الأسلاك، هذا يأكل الشوك، هذا يأكل الطين، يأكل الفحم، يأكل الجمر، يأكل الزجاج، وكل عشنا مع الناس، هذا يشرب الدم لا إراديا، يستيقظ صباح يجد نفسه فيه دم، شنو ولا هذا بطمان؟ شنو ولا اش كتسمي منتو بعدك؟ كيف يفيق الصباح كيلقى الدم هنايا؟ ها؟ شنو؟ هناك يستيقظ الصباح كيلقى جرح غائر. هناك أشياء ما يمكنش، لا يمكن، ومع ذلك الناس هذا الشيء كيشوفوه. وبعض الناس يقولوا أنت عندك مس وهمي، مع كل هذه الحقائق إنسان عادي حتى كيجيه شلل في فترة محددة في السنة، أو جنون في وقت ما في 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 الشهر أو في السنة، هذا حتى هو موجود، ويجي إنسان يقول عندك مس وهمي، تصعد جنية وتعمل علامة مسؤولية، حركة لا يستطيع الإنسان ينطق بكلام بلغات ما درسها في 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 كلية أو في جامعة أو في مدرسة أو في معهد أو أو أو، ويتكلم بها بطلاقة وبفصحى وبكذا، يعني اللغة، اللسان، حركات لا يمكن الإنسان يستقيم أن يفعلها، لإنسان سوي دفعة واحدة وعلى على فترات وعلى وقت متسارع أو متفاوت، ويعملها بشكل سريع وهو يعمل ذاك الإنسان.
شيء غريبة ما يمكن إنسان لم يكن يقرأها ولم يدرسها ولم يعطيها أهمية فبدأت تخرج منه. وأنا وضحت الصورة حتى الناس اللي كيشاهدوا المقاطع ويشاهدوا الفيديوهات ليس مجرد رؤية المقطع والفيديو أنه سيؤثر في الإنسان ويصبح يتكلم تلك اللغة وتخرج عليه تخرج له نبذ تلك الأعراض وتلك الرؤى والمنامات ويصبح يتأثر هو كتأثر العارض بشكل دقيق كما يتأثر ذاك الإنسان. هذا شيء مستبعد. والإنسان اللي كيبدأ نقول لكم النقطة الخطيرة قد تكون عند بعض الناس وهذه تحتاج إلى راقي محنك هو الإنسان الذي يتكلم بنبرة الإنسان. جيني يتكلم بنبرة الإنسان موجود. جيني لا يعطي أحلام لا يعطي رؤى. جيني شيطان قوي في الدماغ حتى صاحب الإنسان يقول لك أنا واش مريض ماشي مريض. وهذا يحتاج حتى تجعل الإنسان مصاب يوقن أنه هو الذي الشيطان الذي تحدث وليس هو. شوف احنا كيفاش كنشاهدوا كيجي رجل يقول لك مرتي ما كتامنش انها مرضى او العكس صحيح وانها كتقوم بحركات لكن كتقول لك لا داكشي عادي غير انا. عرفتي شنو كنعملوا باش نقنعوا انها مريضه؟ ماشي كنبغوا نخشيو فيها المرض يعني كنقول له خاصك دير كاميرا انت التليفون ديالك وكتبقى تتكلم تقول لها اجي شوفي زومي معايا هاد الحركه درتيها انت شوفي الكلمه اللي قلت معها انا تقول لك اه ولا ممكن تقول لها وزيدي شتي هذه كيفاش هنا؟ شتي شنو قلتي هنا؟ تقول لك اه وشتي هنا كيفاش حركتيها بسرعه ورجعتي؟ تقول لك اه وكتبقى بشويه حتى كتقنعها حيت ملي كتقنعها تفحم ذاك العدو ويصبح سريعا انه سوف يستجيب ويقول خلاص نخبعه نكشف اوراقي. شكون اللي غيدير هذا الامر اللي هو دقيق جدا حتى يقنع ماشي الانسان يقنع ذاك الذي بداخلها بشكل غير مباشر ويقنعها هي حتى هي بشكل غير مباشر فيتجد العدو بشكل مباشر. خاصك نفس وخاصك طول نباع وخاصك صبر وخاصك اساليب لانك تكون تحب الميدان وتحب تعتقل الناس وتكون صادق والا صادق ولا ما عندك والو اصلا وما بغيش يبان اصلا ليس عندك شيء مفهوم. هذا بالنسبه للمس الحقيقي. اما بالنسبه للمس اللي يقولون وهمي قلت ان احيانا يكون الجن قوي الشيطان قوي وهو لا يظهر اذا ما غيجي الانسان يقول ما عندك والو صافي خلاص هو الشيطان داكشي اللي بغاه فهمتي او انسان فعلا بعض الناس قد يكون عنده تداخل يكون عنده نوع من التداخل هو ما يعني يكون كيتكلم هو وفي نفس الوقت كيتكلم الشيطان له قوه ازدواجيه. بعض الرقاه يفرقون هذا الامر فيظن انك الانسان غير كيتفلى او انسان غير مصاب بحال ما كتقي وكتقاد نقاب يقول لك وكيفاش هي مصروعه وكتقاد النقاب ديالها هي مصروعه وملي بغيت قالت لك شدتو يعني كتحكم فيه. شو اللعب على العقول؟ هادو راهم متافقين كيلعبوا. هادو لا يفهمون معنى الرقية. هؤلاء لا يفهمون معنى الرقية. لا يفهمون ان هناك اشياء حتى وان صار صورع على الانسان فان الغالب عليه يبقى مسيطر عليه. بعض الناس كيكون يصعد الشيطان كيبدا يقول لك واش تيتا والرقية والدير وفعل كتعرف ان ذاك الانسان سامع كلام من الناس سمعوا من وسائل التواصل مخبع خادوا الشيطان الى حولك او لقى ضعف عندك الانسان وعنده قابليه انه يخرجوا فخادوا وخرجوا. كاين الناس عندهم مخبعينه وما كيخرجوش لانهم قامعين هذا الامر وسادينه اصلا في عقلهم الباطن ما باغيش يخرجوا. مفهوم؟ طيب جميل. اذا بعض الناس عندهم خطا. لا احنا نقول ان فعلا بعض الناس عندهم اخطاء ولكن بعض الناس لا والذي يعطي اخطاء قليله والدليل مع عشرات الحالات يوميا كتلقى واحد في كيطلع يقول لك وكذا وكذا وكدوز. لكن الناس المصابين هم الاصل اصحاب الاصابات المعمقه هم القاعده الناس شنو ماذا سيستفيد الانسان لما يدعي على انه هو عنده مس وهمي؟ المس الوهمي هو نادر. نعطيكم مثال. مره جات عندي امراه وقالت لي انا تقول لي بنتي دايرين المشاكل وكذا 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 فعرفت ان ديك الفتاه عندها في بيتهم القمع مقموعه فكترتاح لما كتعمل انها مصروعه
لما درست الامر مع امها وكذا فهمت. فانا فعلا كنلقى ان التخبطات كتكلم ليس حركه الجين، ليس كلام الجين، ليست لما اخذ يمين ويسار كتكلم بكلام الخطاب المخاطب كيتغير الضمير وكذا، امور كثيره كتبين انها غير مصاب. فمشيت معها بداك السير بداك النمط ان فعلا انت عايشه وخرجي وبنتك غيولاقع عليها كذا وكذا. قالت لي صافي خرجت ومشيت. خرجت على الام قلت لها شوف بنتك كذا كذا، المهم عندنا انا نتعالج الان وانا نسيسنا هذيك. وقالت خرجت قلت لها بنتي الحمد لله خرجت منك وكنت في عين مريضه والحمد لله. وقالت لي اياه والحمد لله انت اللي فهمتيني وجزاك الله خير. قلت لها الحمد لله السلام. الغايه عندنا انا خلصناك بهذا. لو قلت لها لا مس وهمي وما عندك والو كنت غنزيد الطين بله. لو قلت لها عندك مس وهمي تقول لك لا انا مس حقيقي انا مس اصلي وانت ما كتفهمش وما كديرش. مشينا معاها بكذا ودرنا دارت حركه الخروج مع اني انا اوقن ان غالب الظن عندي ان هذاك ماشي مس حقيقي وانه ادعاء للخروج، ولكن كفى الله من القصير ومشيت مع بنتها مع بنت مع امها كانها عولجت. هنا كاين الممارسه وهنا كاين الخبره وكاين التجربه. حسنا نقول لها ان عندك مس وهمي فهمتي، عندك مس عندك مس وهمي وغتكون هي عندها النديه. وإن كان هذا أنا كنعيش نادرا شي بالخبرة ديالي والتجربة تاعي والممارسة اليومية وأراه قليلا ونادرا، ما غنعيش هو الأساس والقاعدة باش ما نظلموش الناس، ما نظلموش الناس باش ما نمشيش نعلموا الرقاة تجارة البطالين ولغة البطالين وخطاب البطالين. كونوا منصفين، ماشي غادي يجي عند يولف المعالج يولفوه الخمول والكسل. بمعنى انت خلاص تعطي سوق الغفران، انت توزع العلاج بشكل سهل وليتي عيسى عليه السلام، خلاص انت تاتي وعندك البركات، انت ما عندك شيء وعطيك تغذيات قويه حسيه وبصريه ودماغيه وسلوكيه ونقنعك هذاك من الشمرين وتخرج. ولكن اش قنعتي بالوهم؟ غدا غيطيح لي غدا يخرج عليه انت بنفس الشيء. وانا مستعد نقول لكم الكلام على ارض الواقع، لان هاد الناس ما غيتعالجوش اللي كيقول لهم عندكم مسوامي. يعد مسا حقيقيا لكنه علاجه بالوهم، هذا يعد علاج وهمي وليس مس وهمي. هذه طامة المصيبة، يكون المس حقيقي لكنه يعالج بالوهم، والعلاج بالوهم ليس علاجا حقيقيا، ليس علاجا اصليا. انك تقنع الناس بحال نعطيكم مثال، انسان عنده مس حقيقي ويقنعوه يقول له شوف غتدخل في دائرة الرقاد سير عند الطبيب النفساني، حنا لسنا ضد الطب النفسي، ولكن هو عنده مس حقيقي كيطلع بالماسونية وكيصب الله والقرآن وكيضرب ويضرب الحمو وكذا مثلا أمثلة، ويأخذونه إلى الطبيب النفساني. شنو يعمل الطبيب النفسي؟ قد ترى تحسنا، اسمع جيدا، قد ترى تحسنا من ناحية الاسترخاء، من ناحية الخمول، من ناحية الثقل، من ناحية النوم، من ناحية قد ترى، ولكن هل معنى انك عولجت؟ هذا ان رايت، لكنك لم تعالج. لكن احيانا قد يجمع بين هذا وهذا للوصول الى العلاج الحقيقي، لكن تكتفي بهذا دون هذا مع ان العله حقيقه علاجها عند هذا، هذا هو المشكل. المس هو مس وهمي ليس وهمي حقيقي وتعالجه علاجا وهميا. قد يقنعك، ممكن يقنعك، ممكن يقنع الجن اللي فيك، ولكن انك عولجت، لا لم تعالج. مفهوم؟ طيب سلمنا انه مس وهمي وعالجته بالعلاج المناسب. ان كنت صادقا لابد انك تصنع له الرقيه القويه لساعات حتى تتبين لك هل هو عولج من مس حقيقي ام عولج كذلك من مس وهمي، وتكون فزت بالحسنيين، تاكدت من علاجك المس الحقيقي ومن علاجه من المس الوهمي، ولا يتسنى هذا الا بالرقيه الحقيقيه القويه. تقول له الشي دابا سير عن اي معالج قول له يعمل لك 3 سوايع 4 سوايع، الا لقى فيك شي حاجه انا ما كنعرفش نتحداه يقولها لك، نتحداه يقولها لك. يقول لك سير عن اي معالج قول له انا كنت كنعاني من كيت وكيت وكيت، ولكن الحمد لله جاب الله واحد الشريف، واحد الرجل طيب، رجل صالح، رجل ايمان، عمل لي كذا وكذا وكذا وقال لي لم يعد فيك شيء، وقال لي غتختار اي معالج وغتعمل معاه جلسات واشرح ليه انني عاشتك من المس الوهمي وانك فقدت فقط تخبطات. فتقول المعالج انت عندك امانه وتقيت امام الله تجتهد معايا، اما غتاكد انك السيد كيعرف مزيان وراه عالجني، واما غتعرف اني باقي مريض وانه مجرد هو اللي وهمني.
ونتحداك انه غادي يقولها لك، ونتحداك انه يقدر يقولها لك، لانه سيغلق عليك الابواب عند الرقعة، لان مجرد الذهاب سيكتشف، سوف يفتضح حاله. ولهذا كتلقاهم سدوا، وتلقاهم كيشعدوا بالناس، وتلقاهم كيديروا حرب الرقات، لانهم عملوها والناس مشاو عند الرقات الاكفاء، وطلع فيهم الجن والشيطان تكلمات وخرجات، والناس حين علموا انه فقط مجرد وهم ومجرد كذب، والناس الاخبار تنتقل بسرعه بحال الند، بحال واحد كيقول لك مع الدرهم ديال الجو كتبخر مع شنو مثال كيقولوا، يعني الا كان مدينه صغيره راه غير واحد كلشي كيشم هاد الريحه. نفس الشيء بالنسبه للرقات، اللي مزيان كطير اخباره واللي خايب كطير اخباره. الرقات كيمشيو هنا وكيجيو هنا وكيتشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي. ما تظن انت عندك قلعه ديالك بوحدك في اي بي سبعك انت بوحدك والعالم كله اصلا اسير عندك، لا، الناس عندها عقول، كتدخل هنا وكتدخل هنا وكتمشي هنا وكتجي هنا وكتمحص والمقاطع ديال هذا مع ديال هذا وكتعرف كتغربل. الناس ماشي اغبياء، ليسوا بلداء، يرحمك الله. فهمت كيف؟ الله المستعان. درهم الجاوي كيبخر، اي نعم. الحمد لله. طيب، كنتمنى نكونوا عطينا فكره على هذا الباب. نمشيو ان شاء الله تعالى لسؤال، سؤال اخر باذن الله عز وجل. طيب، الله المستعان. الله المستعان. كنتمنى كون تكلمت بالانصاف، قلت مالي وما علي. شوف انا نتكلم بالحق، ما ولا خطات ولا، نبهوني الله يجزيكم بخير. من هو الراقي الوهمي؟ الراقي الوهمي هو الذي يدعي العلم، ويدعي الفهم، ويدعي الاجتهاد، ويدعي التجربة، ويدعي المعرفة، ولكن في أرض الواقع لا شيء يذكر، لا شيء يذكر في أرض الواقع. في أرض الواقع كتجي الناس تخرج بخفي حنين، تخرج مفلسة، لا من ناحية التشخيص ولا من ناحية خطوات العلاج، وضع اللبنات والأسس والدعائم في السير إلى العلاج الصحيح. هذا معالج وهمي. ثم أن هناك من ينتحل خدع، وأنا أعرف قدر الكلمة خدع، سواء عن طريق قصد أو عن غير قصد. الغاية منها هي التملص من المسؤولية. طيب، أنت أعطيت ذهان لنفسك، وأعطيتي ضخمتي أمر نفسك، ولما تحط في المحك تبدا كتوهم الناس بأشياء أن فيها هي العلاج، مع أن في قرارات نفسك تعرف أنها خاطئة وأنها كذب وزور. لأن نقولها ونعودها، العلاج الحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الاستعانة بالله والاجتهاد وكذا، هو ضربات المعالج، الأعشاب والأغذية والعلاجات هذه فقط بفضل الله تعالى، يعني كنقولوا كتعاون، عندها فضل، عندها بفضل تعالى تأثير، لكن هي كتعاون. لكن يبقى بعض الناس راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه بعض الناس مساكن، راهم داروا جميع الأسباب، مشوا للعمرة، مشوا للحج، قرأوا القرآن، ختموا القرآن، داروا الصدقات، داروا كل ما يمكن، وما أعلم ما أقول. والشياطين تتحدى، فيحتاجون بعض الله عز وجل. ما تقولش انت المخلص في الكلام ديال وشكون انت وكذا، كنتكلم عن الاسباب، اسباب تؤتي اكلها باذن الله، واضحه معلومه. الناس ما يمكنش كتجي عند معالج باش هي تبقى باش تسمى رجعت باغا النتيجه، باغا اللي تعاون معاها، مفهوم؟ اذا الناس تبحث طب، هذا طب أحب من أحب وكره من كره، كما أن هناك أمراض تعالجها فحوصات وتخصصات وعلاجات وأدوية، فكذلك الأمراض الروحية أحب. كاين هاد الأمراض عند اليهود، وكاين عند النصارى، وكاين عند الهنود، وكاين عند الهندوس، كاين عند كل واحد يعالجها وفق عرفه، وفق ثقافته، وفق دينه.
نتكلموا في نطاق عام، نتكلموا بها، نتكلموا بهذا المفهوم في كل الأديان، في كل الشرائع، في كل يعني القارات. هناك علاجات بعيدة عن الطب، هناك علاجات أحب من أحبك يا من كريم، موجودة ومعلومة ومعروفة، وتدخل في باب الجن، في باب الشياطين. وخاصة نعود نحطه إن شاء الله من اليوم بأذكروني، نعود نحطه علاج للجن عند الأديان الأخرى، مع أنه كأن علاجها باطل لكن موجودة، حتى نبين الموضوع يعني الثقافية أو الخلفية الاجتماعية عن الأديان الأخرى من خلال كتبهم أو من خلال معبوداتهم أو خلال ثقافاتهم أو لكن موجودة، هذه باطلة موجودة. فكيف نحن أمة الحق والفرقان والنور في القرآن وفي السنة؟ فكيف غيتزايد علينا الإنسان؟ كيف يتزايد عليك الإنسان؟ ما يمكنش يتزايد علينا، يتزايد على الجهال، يتزايد على الجهال. أما أهل العلم ذو البصيرة ما يتزايدش عليهم الإنسان، لأنه يعرف ماذا يحمل في يديه وفي صدره بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال هو لما ينتسب إلى المجال فارغ، أقصد الفارغ ما عندوش القوة في الضربات، كيضرب ديما كتلقى راسو ضعيفة، فكيقول أه ضعيفة وما كتجيش في كلام، واجي نخدم دماغي، نحيد من المجال وفي الصف، في الرقة، في ميمي، في عمر، اش خصني ندير؟ خصني نقلب على الطريقة، نعطي راسي الفيوز، نعطي راسي البوندوس، نعطي راسي الهيبة وكذا، نمشي كيف كيديروا الفنانين والنجوم، اش ندير؟ ندعم كذا ونخلص على كذا، ونجيب اللي يشكرني، واش ندير؟ هو صافي العلاج بالطاقة الدماغية وبالمس الوهمي وبعدم كذا، وماش دخلني في الصحة وفي السالم ومزيان وبخير، أحسن ليا. وهذا الشيء راه واقع، كنتكلم معكم بصراحة، يعني للأسف هذا الشيء راه موجود. أما اللي باغي يجتهد مع الناس راه شمر، خصك تقفض. ما هي الطريقة التي بها يتم يعني الوصول إلى الشيطان الذي اختبأ في الجسد سنوات؟ سمعوني مزيان، جزاكم الله خير. الشيطان الذي يختبئ في الجسد سنين، وهي حولها ندندن، شيطان يسكن بدن ويجلس فيه سنين ولا تظهر أعراض، كيف يتجلى؟ قلت لكم نقطة، أن الشياطين تختلف، نقاط القوة عندها تختلف ونقاط الضعف عندها تختلف. هذا السؤال عام، لكن حتى توصل إلى السبب الذي يهزه، لا بد أنك تجلس مع هذا الإنسان، أو أنه تسأله أسئلة ويجيبك، تفهم نوع الإصابة، اتصالها، نوع القدم عند الاتصال، هو من الجد، من الأجداد، من الأب، من الأم، السبب لماذا؟ تعرف من خلال الأسئلة ومن خلال الآراء. ثم المصاب هذا في حياته، هل هي سلوكية، نفسية، اجتماعية، يعني تعرف هذه الأمور، الأعراض التي تطرأ عليه في اليقظة، في المنام، تجمع هذه كلها، تستخلص منها، تقرب، تشم رائحة الإصابة، نوع الذي تلبس بالجسد، ماذا يصنع؟ فحين تبدأ أنت تعطيه ما ينفع في الاستماع، أو تسقط عليه ما ينفع من كلمات. احيانا الذكي، المعالج الذكي، لما يبدا يفهم هذه الامور في اسئله، يتعمد انه يسال اسئله كانه يسال الجن في البدن، والانسان يظن انك تساله. ما تجي عندك مراه وساكنه وجالسه وتقرا وتفهم هذا الشيء وكذا وتكون معقده، فانت كتحاول تستفزها، كتكلم مع ابتسام وعادي، ما كتفهمش، لا تتفطن، انك ترسل لا اراديا الى من في عقلها وفي بدنها وتسال اسئله، هي كتجاوبك عادي، لكن انت كتوجد الاخر كيقول هذا كيبحث عليا كيفهمني، فكذا تغير جسدك، او كتسرع، او لما تجلس كتكون اختي المعلومات القويه اللي كدات تحط واحد الرقيه مخصصه ربع ساعه حاره ولا ساعه حاره ولا في نوع ما حتى كيتهز. اما كتتشرق هو في الغرب، وانت في الغرب وفي الشرق، غتبقى دائما عندك مشكل، عندك مشكل، ديما هو هرب على التاثير، ديما القوه اللي غتجي هو بعيد عليها. علاش نقول لكم التشخيص اهم شيء، التشخيص راه مهم جدا.
عليك بالدعاء والسجود. أقول الأمانة، أول شيء التوكل على الله عز وجل. شوف، قبل من السجود والركوع، أول شيء لابد أن تصلح أحوال القلوب. خذوا مني، أن تصلح أحوال القلوب. القلب لابد أنه يصلح، يهيئ بفضل الله تعالى القلب إلى النفع، والقلب يكون مشحون بالإيمانيات، أي باليقين. هذه الأمور هي لو فهمناها غير سهل العلاج. راه شوف، بعض الناس كيشتهدوا بزاف في الطاعة والعبادة وكيغفلوا هذا الأمر، هذا كيولي عندهم. وبعض الناس كيأكدوا على هذا الأمر هذا وكيكون اجتهادهم أقل وكيوصلوا النتيجة. راه ما يمكنش أنت غادي في باب العلاج وكتجتهد وعندك الشك أو عدم اليقين، ما يمكنش. ما غاتساويش أنت وداك اللي عنده اليقين التام والتوكل التام وحسن الظن بالله الظن الجميل. هذه نقطة غاية في الأهمية. كي تبدا الأمور تبدا من القلب. أنا كنأكد الناس قبل القلب، ويعرفوا أن الله عز وجل هو الشافي، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو أقوى من، يعني ولو اجتمعت عليك شياطين الإنس وشياطين الجن لن يصيبك إلا ما قدر الله عز وجل. وإذا شاء ربك عز وجل بكم فيكون، أنه يهلكهم في بدنك وحولك جميعا، ولكن كل شيء عنده بمقدار. لن يمضي إلى رقية أو في استماع قرآن مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك المعالج، من أسرار علاج وقوة العلاج عند المعالج، ما يرمي رمية إلا ويشعر كأنه يخرج القذائف الموفقة بتوفيق الله تعالى، لأنه يستشعر وما رميت إذ رميت ولكن الله رام. هو يستشعر بيقين قوة القوة وقدر القوة، هذا علم عند ربي، لكن يستشعر أن فيها طاقة لن يستطيع معها أي جن صبرا أبدا. إذا لا بد أن يكون الأمر يرجع إلى القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم، ولهذا أنا دائما أقول لكم وأؤكد على المعالجين أنه يبدأ باب الرقية بحمد الله والثناء عليه والاستغفار، لأن باب الحمد والثناء عليه والاستغفار يجعل قلبك منشرح وصدرك منشرح، ويجعل المعية تنزل بفضل الله وبرحمة الله عز وجل في المكان. وشوف أنت كم ستبقى في ذاك المكان من ساعة، دائما محفوف برحمة الله وبملائكة الله عز وجل. إذا لابد أن نقدم حمد الله كثيرا والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. ثم لابد كل معالج مريض يأتي عندك لابد أن يتسلح بيد الزرقاء ذلك. لابد أن يعظم أمر القلب، الله عز وجل يعظم في القلوب كثيرا. لابد أن يرى تعظيم الله، لأن هذا هو الحارق للجن والشياطين. حتى وإن أثقلت كاهلك بالركوع والسجود، هذا جيد في باب الفرائض، وأنه أمر طيب ومحمود ومرغوب فيه ومأجور عليه صاحبه، لكن الأمر الذي هو لابد أن نعقد عليه الأمر والعقيدة ما عقد عن القلب، لابد القلب يكون يحمل النقاء والصفاء في جنب الله تعالى وفي جنب عباده. ثم ذاك المعالج الذي أمامك هي مهمة جدا، ولابد أن الشيطان ينشم أنك متوكل على الله حق التوكل. إذا توكلت على الله عز وجل حقك خنقت الجن وصرعته صرعا. وإذا كان قلبك سليم وصدرك منشرح، فاعلم أنك حينها تقتل الجن والشياطين مع ما أصابك منهم، إلا أن قلبك لم يتأثر ولم يتوغل فيه الغل أو الحقد أو الحسد أو المكر. لا بد أن يبقى بفضل، وهذا من أقوى الأسلحة المانعة بفضل تهلك الجن والشياطين، وهي أن يكون القلب سليما بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء للراقي أو المرقي. ولهذا اختلفت رتب الرقاة، لأن الأمر يرجع إلى قلوبهم. وأنا أعلمكم اختلفت رتب الرقاة بدرجة كبيرة ومتباعدة متفاوتة، يشهد بها القاصي والداني، لأن الأمر يرجع إلى القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. الأمر يرجع إلى قلوب المعالجين وإلى قلوب المرضى. وأعي ما أقول جيدا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسد الجسد، ألا وهي القلب. لا بد أن الله تعظيما كبيرا وكثيرا في القلب،
هذه من أعظم النقاط التي لا بد أن يجلس المعالج قبل البدء ويستجمع ما عنده من علم في باب تعظيم الله عز وجل. تعظيم الله عز وجل هذا شيء يعني عجيب، ولئن استطاع إذا كان يعلم هو سر هذه تبقى سلوكيات وأسرار بين الإنسان وربه، هل يستجمع قواه القلبية سواء كان بذكر يرتاح إليه، بآية يرتاح إليها، بأسباب ما لا بد أنه يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الغاية هو أن يحرك الدين الموتور خصو يتحرك، ماشي الموتور خصو يتحرك. بعض السيارات كتكون قديمة ولا كذا ولا كيخاف أنها توقف ولا كذا، كيقول خصني نسخن الموتور واحد شوية، فهمتي؟ السيارة أيام زمان يقول لك لا خصني نسخن شوية الموتور، هكذا كنسخن الطوموبيل. إذا لابد حتى تنطلق وتندفع لابد تسخن. هو خاصو يكون دائما خدام، لكن قدر الله وقع لك مشكل سكتك وكذا، استأنفت كحال كحال الإنسان في الصلاة. واش بالله عليكم؟ واش اللي هو جالس وكيقرأ القرآن ويذكر الله ويستغفر ثم بعدك قام وأقام الصلاة وقال الله أكبر وبدأ يقرأ ويطيل الصلاة، واش بحال اللي كان غير دايز ولا جا الله أكبر غيستشعر؟ ما يمكنش ندير هذا بحال هذا. هذا كان أعد نفسه لهذه التجليات، لهذه المواقف، لهذه المنح، هو كان يعد نفسه لها. نفس الشيء هو دور، لأن المعالج بالإيمانيات يا أحبتي في الله بنسبة كبيرة، حتى وإن كان الراقي عنده من الهموم، عنده من الأحزان، عنده من الأكدار، عنده من المشاكل، فهذه لا تصرفه عن الأصل، لا تصرفه عن الواقع، لا تصرفوا عن الماء المنوط به، ما تقولش ستعالجه بالفهم بالذكاء، لكن يبقى الاصل هو الايمان، لانك انت تقول اني اعالج بكلام الرحمه، طاقه تدفع بها الشر، طاقه تدفع بها الشياطين حتى تجلى باذن الله، ولهذا نحن لا نفهم هذا الكلام حينما نقول قوه في الكلمه، الكلمات كلنا نقرا القران، ولكن فرق بين قراءه وقراءه. لهذا الجن تصرع، هناك اسرار تخرج من سويداء القلب، من عروق القلب، من صمام القلب. ما اللسان الا ترجمان لما هو في هذا الوعاء. ما هو الا ترجمان لفي هذا الوعاء. ولهذا كلما خرجت الكلمه مع فهمها وفقهها وقوتها وصدقها واخلاصها كان لها تاثير على العارض، على الجن وعلى الشيطان وحتى على الانسان، حتى على الانسان. فلهذا اقول لا بد من التاكيد حتى الانسان المصاب هذه القلبيه يرحمكم الله، المهم مهمه ارشد الله والله العظيم. ممكن الانسان يكون جالس لا يعلم باحد هكذا، ولكن يتامل في ايه لا يحرك بلسانه، فقط يمرر في عقله والله يحرق الشياطين حقا. يا فقط يقرا ايه ويتامل فيها ويخشع، وربما تقشعر بدنه وتدمع عينه، وربما يرتاح فيها من تجليات، وربما معها يشرح الصدر، وربما يرمها كل انسان على حسب استعداده وما وفق اليه. والله العظيم قد يجد ان الشيطان ينفضه او يتحرك او يبكي او وقد يرى فجاه يقول لك لما قراها لك لي واسلمت على يديه، اسلم على يديه الملوك والشياطين والابارسه، نعم راينا منها الخير. نعم هذا كله موجود، هذا كله موجود. الانسان ممكن انه ياخذ مصحف ويجلس مع ذاته ونفسه مع آية يكررها ويتأمل ويقرأ فيها، وفي نفس الوقت يسأل ربه جل وعلا من خيرها ويستعيذ من شرها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلب متحرك، ليس غافل، ليس لاهن. القلب مهم جدا أحبتي في الله. والله العظيم ممكن وأنت على فراشك تلقي نفسك بخمس دقائق وتكررها، والله الجن تسمع، إما أنها تهدي أو تسلم أو أنها ربما يقع ما يقع معها وأنت على فراشك لا يعلم بك أحد، تقرأها وسبحان ربي العظيم. هذه تجليات، يبقى الاصل فيها هو القلب. لانه يقول لي واحد الانسان ما يمكن، لهذا اقول لكم ما يمكنش يكون معالج وهو ما يعرف والو على الفقه وعلى السنه وعلى الاخلاق وعلى القران. هذه هي المشاكل الكارثيه الموجوده. الان. اذا انا اقولها اول شيء هو يرجع الأمر إلى قلب المريض وإلى قلب المعالج. لا بد أن تكون القلوب بفضل الله فيها صفاء وفيها نقاء وفيها محبة بفضل الله عز وجل. ثم أنا أقول كلمة نصيحة مني إلى المرضى ونصيحة مني إلى المعالجين.
إذا أردت أن تصل إلى سر العلاج السريع عند كثير من الإصابات، لا بد أن تسأل سؤال مهم: ما هي الآيات التي ترتاح إليها؟ وما هي الآيات التي تغضب أو تضيق عند سامعها وذكرها؟ جوج الحوايج. وحبذا أن الناس يكتبونها كتابة واضحة ويضعونها عند أي معالج. هنا أرتاح، هنا أضيق، وهذه أراها في المنام، وهذه كذا، لأنها كلها بالقرآن، وأعلم أن لها وقعا وتأثيرا. آيات إما أنك ترتاح إليها، صور وآيات، أو أنها تجعل لك تشنج، تخرج معها أشياء، تحدث مع أمور، فلا بد أن هذه الأمور لا تغيب أصلا بإذن الله تعالى على عقل المريض أو على كذلك فهم وعلم المعالج، لأن مهمة جدا جدا في طريق العلاج. النقطة الأخرى، لا بد أن يعرف الإنسان الأمور التي يرتاح فيها وهو يقبل عليها ويخبر بها المعالج، أو المعالج يسأل المريض هذا السؤال. بعض الناس فتح الله عليهم في الإكثار من السجود وقيام الليل، هذه نقطة مهمة لا تضيع عند المعالج الذكي. بعض الناس فتح الله عليهم في الإكثار من الصيام، لأن هذه سوف تأتي بآية تناسبها فتهز لك الشيطان، كن على يقين. بعض الناس عندهم الإكثار من الصدقات والبر والإحسان، فتأتي بهذه الآيات بفضل الله رب العالمين. بعض الناس عندهم بر والدين عجيب، فتأتي بهذه الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى. انظر كم سوف أسط عليكم من نقاط في باب العلاج، كم كثيرة هي، كل يوم أذكر لكم، لأن هي لتكون كبضاعة وزاد. فحينما تسأل بي أكون أتكلم مع الإنسان وقل لي كذا وكذا وكذا، ولا أجعله يتفطن إليها، فألقيها على علي أثناء الرقية، فيهيج الجن أو الشيطان، لأن كانت فيها طاقة من الله عز وجل، قوة نور من الله تعالى أودعه بداخل قلبه بسبب ذاك، ببره بأمي أو أبي وصدقته وإحسانه وصلتي رحمه أو قيامه لله أو كثرة قراءته للقرآن أو عبادته بعض وهكذا، أو صبره أو عفوه، عدم حقده على الناس، عفو وهكذا. كل هذه الأمور حتى هي مهمة جدا، تكشف لك الحاقد والحاقدة والحاسد والحاسدة والساحر والساحرة والملك والشيطان والعاشر وهكذا. إذن هذه مراتب مهمة جدا. ما يأتي إنسان يقول لك جلس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس من هاروت وماروت، لا من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ويقرأ عليك القرآن، يقرأ 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 يقرأ، وأنت جالس، أنت فطر
قلت لك لا عادي، ما شعرت بشيء عادي، بكيت يا أحزان وأقدار سلمك الله بها بالقرآن. أيوة والله إذا مصيبة لا يمكن تجي وتقرا تسول تعرف، اما جي مش الفقيه ديال الجامع مع تعظيمنا الفقهاء ديال الجامع هم ساداتنا وائمتنا كنحبهم في الله تعالى لان لهم شرف كبير، لكن هذا قارئ كيقرا القران فقط ما عندوش علم. وبالمناسبه انا كنتمنى ان ائمه المساجد يتعلموا الربيع خير ما يمشي يقرا على الفقهاء الموتى ويحضر في العشاء، وخير من انه يمشي للعقيقه ويتسنى يعطيهم. انا كنفضل على ان اهل المساجد هم اولى انهم يعلموا الرقي ويتعلموا وزيد فيهم ومزيانه ليهم وخاصهم يكونوا رقاه باذن الله جل وعلا. والله العظيم يعني اتمنى ان كل امام في مسجد يكون راقي شرعي ويحصل هذا العلم فينفع نفسه وينفع غيره باذن الله جل وعلا، وهم انفع بفضل الله تعالى اتقانا وقراءه وتجويدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الله العظيم اتمنى هذا ان شاء الله عز وجل. وانا مستعد ان ابدي مسقط مع الجمعيه في دعمهم ودورات مجانيه وتاطير باذن الله وكل شيء بفضل الله تعالى. وهذه فعلا صدقه جاريه، يكون في كل حي امام معلوم معروف بفضل الله، عنده دورة وعنده تكوين ويعرف بفضل الله تعالى، ويحق له ان يذهب بعد العشاء عند الناس بين الظهر والعصر عند الناس، سينفع الله به خطا كثيرا وبهم خطا. نسال الله تعالى يوفقنا للخير، لان لابد نحرص ان هذا العلم يبقى باذن الله عز وجل وينتشر عند الناس ان شاء الله عند من يقدرونه، عند من يقدرونه بفضل الله عز وجل. يقول عند رقية الرقية المريض يضرب فخذيه على ما تدل. طيب جميل أجيبك. بداية ليس فقط الفخذ، حينما ترى المريض يضرب سواء فخذيه أو يضرب على صدره أو يضرب جدارا بجانبه فاعلم أن ثمة سر عظيم داخل الجسد. ما هو هذا السر؟ بداية اعلم ان ثمة العقد وثمة الحصون والسلاسل وتمنعه من التحدث والنطق والكلام والاعتراف، يعني بشكل عام، الا اذا كان الشيطان او الجان يدل على جزء على نقطة ما في الجسد أنها لا بد أن تفك، أو كبير يوجد على ذاك الموضوع ذاك المكان، أو أنه أسلم فيضرب فك عقدة، أو كذلك في إزاحة عدو كبير. والغالب أن ثمة سلاسل وعقد تمنع نطقا وكلاما. أحيانا يدري يفك نفسه، يدري يضرب قوة، يحاول أن يساعدك أيها المعالج. أحيانا يقاوم أعداء في البدن. يمسكونه يحاول ان يفك نفسه كي يساعدك ايها المعالج. ففي هذه الحاله وجب ان تصبر، تاخذ قهوه وجوج وتعمل السلاسل والعقد والاقفال وتعطيه القوه كي تساعده، واستر انه بدا يرفع التوحيد او محاوله النطق بفضل الله جل وعلا. وحين قد تكون حققت خطوه كبيره في باب العلاج وبدات تساعد فئه مسلمه او كانت كافره مستضعفه اسلمت لله فتعلن الاسلام باذن الله تعالى، او يصعد ذاك العدو كان يكابر ويعاند ويخفيها فيتحداك علانيه فتصبح في المواجهه بفضل الله تعالى. وهذا كله جيد، قد حققت به تشخيصا وكشف العله الحقيقيه الموجوده داخل البدن، فاخرجتها من الوهم الى اليقين والحقيقه بفضل الله سبحانه وتعالى. مع البكاء، نعم مع البكاء يعني مستضعف او مستضعفه او مستضعفون، فيحاولون جاهدا المساعده وفك عقدهم، لكن السحر قوي او السر الموصول الذي وصلوا به الى البدن قوي، او العهود قويه، او من الكبار في البدن او على الموروث السفلى او الزريه قويه، وبالتالي وجبت المساعده ويتم حينها ان شاء الله تعالى
نطق الشهادة ورفع التوحيد بإذن الله، أو يتجلى بعدها الكبار الذي كانوا في خفاء إن شاء الله جل وعلا. فهذه لا بد أن ترى بإذن الله تعالى، وهي أمر مشاهد معلوم عند الفئة المستضعفة أو الفئة كذلك التي وإن كانت كافرة، قد تكون عندنا فئة مستضعفة مسلمة وحتى فئة كافرة تسلم بعد، لكنها بقوة الرقية بدأت تجلي خلاص لأسباب عند المريض في الطاعة والعبادة أو نعمت لهم ظلمته أو كذا أو بتأثير بآية أو ما شابها، فبدأت تخلص نفسها. لكن وجدت أن الباب كإنسان يبغي يحل الباب، كي يسمعك وبغي يحل الباب، كي يدفع الباب يدفع الباب باش يحل، تكتب لك تحس الباب كي يدفع لكن لا يفتح، هناك قفل محكم، تفتح أبواب أو نكسر الباب، إما نوجد المفتاح بالآية وبالإشارة بتوفيق الله يسهل، أو لا بد تكسيره، تكسيره يكون بالقوة بالقوة فيكسر الباب بإذن الله تعالى. هذا هو الفهم، تسمعوا يصرخ خلف الباب يدفعون الباب، يقول لكم نحن هنا لسنا لسنا نعم أيقنا نريدك أن تعتقنا، كيف عليك الباب يا عتقني زين، إما أنك تقلب على المفاتيح والفهم خطوة خطوة ويتحل، وإما تكون عندك الخطب الخبط القوي جدا وتكسر الباب فيخرجون بإذن الله وحققت شقا في العلاج فتواصل العلاج في الشق الآخر بإذن الله تعالى. مفهوم؟ السؤال واضح أخي الكريم، طيب أتمنى تكون الإجابات، اسمحوا لي كنتكلم معكم بهذا الأسلوب باش نوضح الصورة، أعتذر أحيانا كنضرب أمثلة وبطريقة لكن فقط لتقريب المعنى، أنا أستسمح صراحة، أحيانا كنتكلم بأسلوب أو بإشارة أو بحركة وكذا، لكن والله الغاية منها هو تقريب المعنى من الناس، والمهم الغاية عندي هو تقريب المعنى إليكم بإذن الله جل وعلا. هل يمكن أن يسكن الجسد قبائل من الجن؟ قبائل من الجن، طيب أجيبكم، هل يمكن أن تسكن قبائل من الجن؟ حينما نقول قبائل من الجن، السؤال عميق جدا، هل يمكن أن تسكن البدن قبائل من الجن؟ حينما نقول قبائل شيء مبالغ فيه صراحة، طيب هل يمكن أن ننفي؟ لا ننفي، لكن الأمر يستبعد من باب جريمة، هل يدخل أكثر من إنسان كأكثر من جان يدخل؟ هل لهم ينحصر في عدد معدل محدد؟ ليس هناك دليل، وتجربة كذلك لا تنفي، لكن من خلال الواقع والتجربة الصحيحة الصريحة الواضحة، قبائل يعني القبيلة كم يكون فيها من إنسان؟ وتقول لي تسكن قبائل، قد تقول لي السؤال هل تسكن أنواع من الجن؟ أصناف من الجن؟ رتب من الجن؟ ديانات من الجن؟ قلت نعم، خمسة ستة سبعة كذا أكثر ممكن، أضعاف ممكن، لكن تقول لي قبائل، نضبطوا الامر من الناحيه العقليه باش ما نخلوش الناس يجيو يطعنونا، الناس يبداو يتلاعبوا بالكلمات، يسكن اكثر من جني او شيطان يسكن، اكثر من ديانه تسكن، اكثر من قوه تسكن، هل يكون اكثر من عاشق؟ اكثر من عاشق، اكثر من ملك؟ اكثر من ملك، وجه شرح هذا انشرحه لك سهل عادي جدا وبينا أكثر مرة، هل هناك عدد محدد لدخول جن؟ ليس هناك عدد محدد، هل يدخل أكثر من واحد؟ يدخل أكثر من واحد، لكن ما ندخلوش المبالغ،
هل فعلا بعض الناس كيخرجوا منهم بزاف ديال الجن؟ نعم، بعض الناس كيخرجوا منهم بزاف ديال الجن، كل واحد عنده السر ديالو واحواله ما تدخل، وكل ملك ربما عنده جنوده، وقد يكون جنوده عندهم عدد كبير، لكن يصبح من ذكاء المعالج انه حينما يرى كثرة الجن، وهذه نصيحة مني في هذه الساعة وفي هذه الليلة، حينما ترى ان هناك، وهي تقع مع بعض المعالجين، ان هناك بعض الجن تخرج تباعا بسرعة او بكثرة، وقد تشغل المعالج، يقول ممكن في الجلسة الواحدة يخرج معه عدد كبير من الجن، وكل واحد يصعد ويعطيه اسم ويعطيه طريقة ما تدخل وماذا كانت وظيفته في البدن، وتصبح شيء مدققة حيث يكتبها التخطيط، يعني هذا لما يقول يؤكدها الآخر، يقول الأول يؤكد السابع ويؤكد العاشر، شيء مرتب. لكن هل يبقى المعالج في هذا المسلسل وفي هذه الطريقة؟ لا، ليس من الحكمة. خلاص تبين أنهم أسلموا بفضل الله، تبين أن الكبير أسلم، ماذا عليه أن يصنع؟ سهل أمر العلاج، سهل. يأمر الكبير أن يخرج كل جنده بفضل الله جل وعلا، فلا يشعر المريض إلا بهزات سريعة جدا كم تخرج معه، العلم عند الله، فيصبح قد خرجوا، تصبح تقرأ ما شعر بشيء، تقول الكبير انصرف إلى حارس بإذن الله بالتوفيق، يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ويخرج. أمر سهل. يصعد الكبير كذلك، يخرج الأول الثاني، يملك الأمر تفاقم وعد كبير، يصعد الكبير مرة أخرى بإذن الله، وأمر جندك كلهم بالإسلام وبالخروج، ويكون نفس الأمر بإذن الله، بعدها تيقن الكبير خرجوا، خرج فضلك، أخرج حتى أنت بفضل الله جل في علاه. وهكذا العقل مع النقل مع الواقع، وانتهى. أمر سهل بفضل الله عز وجل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. شحال الساعة دابا أحبتي في الله؟ سامحوني نشوف شحال في الساعة الآن. ربع ليا، اثناش وأربعين دقيقة ليلة. إذا إن شاء الله عز وجل نختم بدعاء لنا ولكم بالخير. اثناش ونص، طيب أختم بدعاء لنا ولكم بالخير في هذه الساعة الطيبة. اللهم وفقنا جميعا للخير، اللهم أعنا في الخيرات، اللهم أعنا على ترك المنكرات، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضاه، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم صب علينا خيرا صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا، اللهم اطل أعمارنا وحسن أعمالنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم في هذه الليلة اغفر ذنوبنا، اللهم في هذه الليلة اغفر ذنوبنا، اللهم في هذه الليلة اغفر ذنوبنا، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسان وجنا، اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسان وجنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ما أعظمها وما أجلها من أدعية من محمد بن عبد الله، اللهم يا ربي لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين، اللهم استجب لنا يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نسألك سعادة الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سعادة الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سعادة الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعتذر عن التقصير وعن الإطالة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم دائما على المحبة وعلى الخير، دمتم طيبين وجزاكم الله خيرا، بارك الله فينا وفيكم إن شاء الله تعالى، وجعلنا من أهل الخير والبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.